السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الروتين اللي هو بسيط للعناية بالبشرة في فصل الصيف. بما انه دخل فصل الصيف فالبشرة كتكون متعرضة بزاف للشمس، والشمس يعني عندها واحد المنافع واضرار، فكتسبب في حروق وتصبغات، ممكن انها تؤدي الله يحفظ حتى لسرطان ديال الجلد. فنجنبوا قد ما استطعنا الجلوس في الاشعة ديال الشمس لواحد الوقت اللي هو طويل. فلذلك حبيت نشارك معكم هذا الروتين ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهنا بغيت نتكلم لكم شويه على فوائد ديال الكركم. فهو كيساعد على التفتيح والتوحيد اللون والتخلص من البقع الداكنه والكلف والتصبغات، وكذلك هو مقشر للخلايا الميته وكيساعد على تفتيح البشره السمراء والتقليل من التصبغات اللي كتظهر نتيجه تعرض البشره لواحد الفتره اللي هي طويله للشمس. يعالج كذلك حب الشباب لانه كيحتوي على واحد الخصائص اللي هي مضاده للالتهابات ومحارب للتجاعيد، وواحد عنده واحد الفعاليه اللي هي كثيره على علاج الشيخوخه ديال البشره، يعني واحد الحاجه اللي هو غزاله بزاف للبشره، يعني تقدروا تستعملوه في لي ماسك ديالكم بزاف. فهنا على بركه الله غادي نبداو في الوصفه ديالنا. فغادي نحتاج في المكونات الكركم اللي هو بلدي، فمن الاحسن اللي يكونوا في المغرب ياخذوه من عند العطار ويطحنوا على يديهم، وعندي العسل حره ويوغورت طبيعي. فهنا اول شيء غادي ناخذ ملعقه ونصف ديال الكركم، غادي نضيف عليها جميع القاد ديال العسل وملعقة ديال اليوغورت الطبيعي، وغادي ندمج كلشي المكونات مع بعضها بعض مزيان. فكيف ما كتعرفوا فالعسل حتى هو كيعطي واحد النعومة ونضارة وكيساعد على علاج البتور اللي كتكون موجودة في البشرة، وحتى هو كيحتوي على بزاف ديال الفيتامين والمعادن اللي مهمة في التغذية ديال البشرة، وكيساعد في الوقاية من حب الشباب والتخلص من البكتيريا والجراثيم اللي كتكون عالقة في البشرة. اما بالنسبه لليوغورت فحتى هو كيساعد على تفتيح وترطيب البشره، وخاصه اللي عندهم البشره جافه وحساسه فهو كيساعد على الترطيب ديالها والتخلص من بقايا الجلد الميت ومحاربه ديال الخطوط والتجاعيد اللي كتكون في البشره. شي حاجه اللي هي غزاله بزاف، انا كنستعمله بزاف في الوصفات ديال الوجه وكذلك حتى ديال الشعر، لانه كيعطي واحد اللمعه يعني غزاله بزاف للشعر. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دمجت كلشي العناصر ديالي، غادي ندوز دابا باش ندير الماسك نطبقه على الوجه ديالي. وهنا من بعد غادي ندوز نطبق الماسك ديالي. هنا غادي نوريكم غير على اليد ديالي، نتوما تستعملوه على الوجه ديالكم وكذلك حتى العنق يعني ما نساوهش. فهاد الماسك هذا كيف ما قلت لكم غزال، اكثر شيء اللي كيعانيو بالمشاكل ديال الحبوب والنماش والكلف، فهو غادي يعطيهم واحد النتيجه اللي غادي تبان لهم بسرعه. واللي كيعانيو بهاد المشاكل من الاحسن يبقاو يستعملوا الكركم في الوصفات ديالهم اللي متعودين عليهم الاسبوعيه، لانه غادي يساعدهم على التخلص من هاد المشاكل هذه. هنا من بعد غادي نخليه المده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي نغسله بالماء بارد، لانني في الاول استعملت الماء سخون يعني، واستعملت واحد القماش للوجه ديالي باش نفتح المسام ديال الوجه ديالي باش يساعدني اني المندر الماسك يعني يعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه. وهنا من بعد ما غسلت الوجه ديالي، اي هنا غادي نوريكم غير على اليد ديالي كيف ما قلت لكم، غادي ناخذ واحد القطنه وغادي ناخذ شويه ديال الحليب ونمسح به اليد ديالي، لانه كيساعد على التخلص من هذاك الاصفرار ديال الكركم كيف ما كتعرفوا. غادي نستمر هكايا باش نقلع كل شيء داك الصفوريه. يعني شي حاجه اللي زوينه، يعني حتى هو الحليب يعني حاجه زوينه للبشره. هنا من بعد غادي ناخذ واحد المكعب ديال الثلج، لان دايره الماء ورد دايرته في هكايا ومجمداته في الثلاجه، كل ما كنستعمل شي ماسك كنديرو باش يسد المسام ديال البشره ديالي. غادي نفوت على الوجه ديالي، اي اليد ديالي هنا عفوا كلها. يمكن لكم تستعملوا غير ما ورد يعني عادي، ولكن تكونوا من الاحسن يكون بارد، لاننا دابا في هذه الفتره نتاع الصيف الاحسن تكون حاجه بارده باش تساعدنا بسرعه على غلق المسام. وهذا هو الماسك ديالنا، نتمنى انه يعجبكم، وخليولي لايك وتعليق، ومع السلامه.